يعني الايام دي ايه اللي شاغل ساندرا نشأت؟ الفيلم الجديد ان شاء الله ان شاء الله، هو الصحبه الحلوه، الصحبه الحلوه، العيد الحب، الفيلم القصير، عيد الحب، عيد الحب، يعني مش عيد الحب، خليها لما بصي انا مش بتقولي بالحب وحب اللي من دول ايه رايك فيه؟ سؤال صعب قوي. الثاني ولا الاولاني؟ حب اليومين دول شبهنا، شبه البلاتفورم، شبه الحلقات القصيره دي كده. اوكي، بس ممكن اقول لك ان هو حلوه الاجابه دي. اجابه كده. طب الجزء الاولاني اللي انت بتحاولي تهربي منه؟ اكيد بؤمن بيه، اكيد، ولو يعني بؤمن بيه في افلامي، بحاول اطلع الطاقه دي في افلامي. طب حب عقل ولا قلب اللي بتؤمني بيه وبتحاولي تطلعيه في افلامك، ولا هو الحب عندك لا يصنف؟ لا يصنف طبعا، طبعا، وملوش ولا ميعاد ولا زمن ولا شكل، ملوش. طب طبعا الحب الحقيقي ده، بس ده اللي انا حبيته في الافلام بتاعت زمان وبعمله في افلامي. انه موجود ولا لا بقى دي خلي الناس ترد. انا بقى لما اشوف الفيلم هقول لك موجود بس ولا كده.